لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أول تعليق من نجل توفيق شرف الدين بعد أنباء عن زواج ولده. بعد أنباء وانتشار أخبار عن زواج توفيق شرف الدين، يرد نجله الأكبر على هذه الأقاويل، حيث قال: أنا هذه الأخبار غير صحيحة، وأن والده لم يتزوج أبدا، وأن كل هذه أخبار غير صحيحة. وانتشرت إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزواج وزير الداخلية التونسي الأسبق توفيق شرف الدين بعد وفاة زوجته، حيث قال نجله أن والده مهتم بالعائلة وليس كما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن كل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل هي إلا إشاعات فقط. وتوفيق شرف الدين هو محامي وسياسي تونسي، شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي، ثم في حكومة نجيب بودن، حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق الجامعة سوسة، وشهادة كفاءة لمهنة المحاماة. أصبح محاميا لدى النقض عام 2008، وهو عضو في القسم الجاوي للمحاميين بسوسة، المسؤول عن النشاط العلمي والندوات.